أقل ما يقال عنها أنها رائعة، لحظات تجسد كل معاني الفرح في هذا اليوم السعيد، لحظات تعكس كل مشاعر الفرحة والسرور. فألف مبروك من عمار لبلدية سيدي عامر السيدة مازوس لويزا، من بلدية مقرى السيد طرافي محمد بن طرافي من بلدية بوسعادة، السيد زهاني عبد الوهاب من بلدية مسيف مستفيد من تجزئة اجتماعية، السيد عريوة وحيد مستفيد من تجزئة اجتماعية ببلدية ولاد منصور، والسيد بوزنة السكن الريفي ببلدية سليم، فليتفضلوا إلى المنصة. وأدعو السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتسليمهم هذه الاستفادات تحت تصفيقاتكم طبعا. إذن ألف مبروك لكم جميعا لكل مستفيداتنا ومستفيدينا.